السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم متابعي قناة أوروبا في العربي. خبرنا اليوم من ألمانيا. قبل الدخول في التفاصيل أدعوكم إلى الاشتراك في القناة ودعمنا بضغط على زر لايك. أما خبرنا اليوم فهو عن ألمانيا، حيث تمر ألمانيا بأسوأ كارثة منذ الحرب العالمية الثانية. تشهد ألمانيا أسوأ كارثة طبيعية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 59 شخص وفقا لأحدث حصيلة، في حين باتت بعض القرى المنكوبة في غرب ألمانيا معزولة عن العالم. وقالت السلطات المحلية في منطقة أورير بغرب ألمانيا مساء الجمعة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، حيث يعتقد أن حوالي 1300 شخص في عداد المفقودين وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية. وفي بلدة نيونهار أورير وحدها تم تنفيذ مئات مهمات الأنقاذ، وبعدها مستمر ويشارك في هذه المهمات أكثر من 1000 من أفراد خدمات الطوارئ والإنقاذ. أما في بلجيكا حيث تسببت سوء الأحوال الجوية بمصرع 9 أشخاص، فسجلت أيضا أضرارا جسيمة على غرار ما حصل في كل من لوكسمبورغ وهولندا. وتسببت الأمطار الغزيرة غير المعتادة في فيضان الأنهار وإغراق الشوارع في المدن والبلدات غرب ألمانيا، في حين انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف ولجأ السكان إلى أسطح منازلهم، بينما كانت مروحيات الأنقاذ تحلق فوقهم لإنقاذهم. وفي بلدة شول في جبال إيفل تم الإبلاغ عن فقدان 70 شخص بعد انهيار عدة منازل خلال الليل. وأمرت السلطات في مقاطعة راينسغ جنوب كولونيا بإخلاء عدة قرى محيطة بخزان المدينة وسط مخاوف من احتمال انهيار السد وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية. إن شاء الله تمر هذه الأزمة بسلام. نراكم في فيديوهات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.